دابا غنمشيو مع درس اخر في بروغرام ديال باركور. هذا الدرس هذا عنده علاقه بلو فوكابولير دو لا فون اي دو لا فلور. هذا بالنسبه لهذا الدرس سهل بزاف بزاف، ما تلقاو فيه حتى شي مشكل. داكوغ، غير حنا خصنا نكونو عندنا المام بهاد لو فوكابولير، نكونو عارفينو شويه. الوغ الا قلنا لا فون اي لا فلور، نشوفو بعدا هاد الجمله. هاد الجمل هادو tu le monde sait que les ours aiment le miel، يعني كلشي كيعرف بانه لي زورس يعني الدبابه تحب العسل. لي كافار يعني اش نقول لكم بالعربي، لو كنا سرق قصدي انا ما عرفتش كيفاش نقول لكم باللغه العربيه. لي كافار غاني يعني ينتشرون دون سيت سال، في هذه القاعه. داكوغ، الوغ هنا في هذه الجمله هذه، هنا اش كنهضروا في هذه الجمله؟ علاش كنهضروا؟ كنهضروا على لي زورس، غادي نسطر على لي زورس. لا دوزيام فراز كنسطر، كنهضروا على لي كافار. داكوغ، الوغ هنا هاد جوج ديال الجمل فيهم واحد الفوكابولير، واحد جوج كلمات عندهم علاقه واش بلا فون واش بلا فلور الله اعلم. الوغ شنو هي لا فون بعدا؟ لا فون هي كل ما يتعلق بالحيوانات والحشرات وكل كاع اي كائن حي كيمشي على رجليه من غير الانسان كيتسمى عنده علاقه بلا فون. لا فلور بحال كنقولوا لا فلور، بحال كتقولوا لا فلور. الوغ هادي لا فلور هي العكس نتاعها، كل ما يتعلق بالنباتات وبالاشجار والفواكه والخضر وحتى لي سيريال، يعني داكشي ديال القطاني وداكشي ديال الحبوب، الحبوب على سيريال، كلشي عنده علاقه بلا فلور. صافي. الوغ هنا مثلا الا قالوا لنا جبدوا لنا لو فوكابولير اللي كاين هنايا، لو فوكابولير اللي كاين هنا وعنده علاقه بلا فون يعني الحيوانات، لي زورس لانه حيوان، لي كافار حشرات، المهم كينتميو نفس المجموعه. الوغ لا فون هنا غنقولوا عندنا الفوكابولير ديال لا فون. الوغ شنو هي لا فون؟ هما كل ما يتعلق بماذا، كل ما عنده علاقه بلي زانيمو الحيوانات، راكم عارفينها. كاين كذلك لي زانسكت الحشرات، هما لي زانسكت السيلا ما تكتبش مزيان الحشرات داكو. كاين كذلك سميتهم لي بواسون، حتى هما عندهم علاقه بهادشي ديال لافول الاسماك لي بواسون. كاين كذلك الوغ قلنا لي زانيمو لي زانسيكت الزواحف، حتى هما لي غيبتيل، هادو كيتسماو لي غيبتيل، هما الزواحف لي غيبتيل يعني الزواحف بحال تعبان ايتترا. الوغ نعطيكم مجموعه من الكلمات، واخا انا ما يمكنش نكتب كلشي، راه ما يمكنش نكتبو كلشي داكوغ. الوغ نحاول نعطيكم غير الاقليه وما يمكنش نترجمهم، غادي نضيع الوقت. انا غنترجمهم لكم شفويا ولكن نتوما كتبوهم الا باش تعقلوا عليهم. الوغ قلنا كاين هنايا لورس، اورس، الدب، كاين كذلك لو تيغر. انا غنكتب غير تيغر، ما نكتبش لو، بحال بحال في امتحان وخا تكتبوا لهم غير تيغر راه صحيح. تيغ هو النمر او الفهد، الفهد. كاين كذلك الكوالا، عرفتوا شنو هو الكوالا؟ بلا ما نقول لكم، ما عرفتش كيفاش نقول لكم سميتو الكوالا، راه كتعرفوا كيفاش الشكل ديالو. كوالا، كونغورو، 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 راكم عرفتوها. الكنغر، لو شيان، الكلب حتى هو بيان سور، لو شا بيان سور حتى هي عرفتوها. لان حتى هو راكم عارفين شكون هو. داكو، شوفال تا هو، سيربون التعبان، فيبر، فيبر هي الأفعى، فيبر هي الأفعى، كروكوديل التمساح، كروكوديل. أنا كنحاول نعطي الزواحف، أنا كنحاول نخلط، سوغي الفأر، القوارض، غا راكم عارفينها هي الطوبة، معرفش أنا كيفاش كنقولها بالعربية. دجاج او دجاجة بول، كوك الديك، لابي النحلة حتى هي داخلة في هادشي. قلت لكم الحشرات، واخا هي ما كنعتبروهاش حشرات صراحة، مش الدبابة، لاغينيي العنكبوت، اغينيي العنكبوت، سوتخيل الجراد، بوساق كما تنقولو سوتخيل، غرونوي الضفدع. الوغ ما نقدرش نقول لكم كلشي،
المهم كيف ما قلت لكم، اي كائن حيوان كيف ما اي كائن هبي. اي كائن حي كيف ما كان نوعه، كيف ما كان نوعه، هذيك الدوده الصغيره راه كتنتمي لافون. اي كائن حي، اي كائن حي من غير الاشجار حتى هما كائنات حيه، اللي كي المهم اللي بحالنا كيمشيو كيمشيو المهم داكشي كيستهلكو سيتيرا، كيتسموا عندهم علاقه بلو فوكابولير ديال لا فون. دابا غادي ندوزو لو فوكابولير ديال لا فلور، اللي قلت لكم لا فلور ديما نديرو لا فلور باش تعرفوا بانه راه عندها علاقه بالنباتات والاشجار وكلشي. دابا غادي نشوفو la deuxième partie du cours qui est la fleur. Alors هنا ma copine m'a offert des roses. صديقتي اهدت الي ورودا. Mon grand-père a planté un abricotier. جدي زرع شجرة المشمش كما تنقولوا. Alors هنا لاحظتوا بانه في الجمله الاولى استعملنا واحد الكلمات او الاولى والثانيه كلمات عندهم علاقه بلا فلور. داكوغ هنايا كاينه دي روز، هنا كاينه ان ابريكوتير شجرة المشمش. داكوغ الوغ هاد جوج هادو كيبينو بانه عندنا علاقة بلطو عندهم علاقة بالمفاهيم او المصطلحات عندهم علاقة بلا فلوغ. الوغ هنا غادي نكتبو لا فلوغ. لا فلوغ ما معناها؟ لا فلوغ كل ما يتعلق باي حاجة عندها علاقة بالنباتات، نباتات الاشجار، نباتات الاشجار، الحبوب، اسميتو الحبوب، كذلك الفواكه الجافه، الفواكه، الخضر، اي حاجه اللي هي ماشي بحال الكائنات الحيه، ماشي بحال زعما الحيوانات سميتو اللي هي فعلا كائنات حيه ولكن كجماد ما كتحركش كالجماد. داكوغ الوغ هنا لا فلور مثلا قصدنا بها الاشجار لي زاربغ، وقصدنا بها لي بلونت النباتات. انا كنبين لكم هنايا المعنى ديال لا فلور. لي بلونت كذلك لي فلور، الورود بشتى انواعها بالاسماء ديالهم بكلشي، لي فروي الفواكه، لي ليغوم الخضر، لي ليغوم لي سيريال الحبوب، جميع انواع الحبوب، الشعير، الذرة، المايس، كلشي، لي سيريال كذلك، لي فروي ساك الفواكه الجافه بحال اللوز، القرقاع، لي فروي ساك، هادو كلهم عندهم علاقه بسميتو بلا فلور. صافي دابا نعطيكم واحد مجموعه من الكلمات، يبان سوغ ما يمكنش نكتب كلشي، ما يمكنش نهائيا. الوغ مثلا ابريكوتي شفناها اللي هي شجره المشمش، ابريكوتي، أرغانيي شجرة أرغان، أوليفيي شجرة الزيتون، كذلك بانان مثلا، بانان فاكهة يعني الموز، كذلك شنو كتبت هنايا أنايا، أموند مثلا الجوز يعني اللوز، ماشي الجوز، اللوز، أموند، كاينة كذلك أمونديي اللي هي شجرة اللوز، كاين كذلك نوازيت اللي هو القرقاع، نوازيت، هادو فواكه جافة، هادي شجرة، هادي شجرة، هادي فواكه جافة، هادي فاكهة جافة، كذلك مايس اللي هو الذرة راكم عارفينه، جوج النقاط ما ملاصقينش، كاين كذلك مثلا أنا دابا كنخلط فخاز، يعني أنتو معرفتوش شنو هو الفخاز. طومات اللي هي الطماطم اللي كتنتمي للحوامض، اوبرجين اللي هو الباذنجان، اوبرجين اللي هو عنده علاقه بالخضر، لافوان نتوما عارفوا شنو هو لافوان، كلشي اللي كي افوان واحد بحال لي سيريال، هو من الحبوب حتى هو، لو ميي، ميي هو هادي غنكتبها لكم باش تعقلوا عليها، هو إلان هو لو ميي. داكوغ كاين كذلك لو غي الأروز، لو غي، كاين كذلك الشعير اللي هو لورج، هذا لورج هو الشعير، كاين كذلك لا فارين اللي هو الدقيق. بيان سور ميمكنش نكتب كلشي نهائيا، ميمكنش نكتب كلشي. الوغ هنايا حاولت انني نخلط لكم
بالاشجار والفواكه وكل شيء، واخا ما كتبت لكمش لي بلونت، المهم باش تعرفوا بانه راه فرق كبير بين هادو وبين اللي كنا شفنا ديال الحيوانات او بليتو لافون. لافون كيف ما نعاود نقول لكم، هما كل كائن حي كيمشي وتياكل بحالنا، ولافلوغ هو كل كائن حي ما كياكل ما حتى شي حاجه، بالعكس حنا كنستهلكوه، او بليتو هو عباره بحال جماد ولكن هو كائن حي. صافي، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا في هذا الدرس هذا. وبالنسبه للامتحان اللي تيكون في هذا الدرس، ما تيكونش امتحان صعيب، يا اما كيحطوا لكم مجموعه من الكلمات وتيقولوا لكم غادي تضربوا على لانتخو، شاس لانتخو يعني غادي تحيدوا الداخل. نتوما بيان سور يقدروا يعطيكم معلومات او بلوتو كلمات عندهم علاقه بلا فلوغ، وفوسطهم دخلوا لكم واحد الكلمه عندها علاقه بلا فون، اذا خصكم تضربوا عليها، والعكس صحيح. او يقدر يعطوكم نص المنطلق ومنه يقولوا لكم جبدوا لينا جوج ديال الكلمات عندهم علاقه بلا فون او جوج عندهم علاقه بلا فلوغ، ولكن خصكم تحترموا السؤال. واخا تكون تكست عامره بلي فوكابولير ديال لا فون ولا فلوغ، طلبوا منكم جوج من كل حاجه، احترموا السؤال، جبدوا جوج ما تكثروش، واخا نتوما عارفين لان الا جبتي اكثر من جوج هنا الجواب كيعتبر خطا، كيحط لك صفر الاستاذ لانه ما احترمتيش السؤال. داكوغ، او يا اما تعطيك هو تيقول لك تكتب لك مثلا عطيني، تحط لك لا فلوغ وتيقول لك عطيني اربعه الكلمات من راسك عندهم علاقه بلا فلوغ او اربعه عندهم علاقه بلا فون. وبيان سيغ راه ما يمكنش ما تكونش عارف شي حاجه، راه ضروري ما غتكون عارف لا فون، على الاقل تقدر تقول لي شيان شا سانج، فهمتوني، عبد الله الموش، يعني راه في راسك غتقولهم. وحتى بالنسبه لا فلوغ واخا ما تكون عندك والو في راسك، تقدر تقول لي غير اناناس كيوي بنان، فهمتوني، في طوماط بحال هكا، يعني راه تقدر تجبدهم في حاجه اللي قالوا لك جبدهم من راسك، فهمتوني. او يقدر يعطوكم نص في املاء الفراغ ويحطوا لكم الكلمات المناسبه وانتم كتملؤوا بهم الفراغ. يعني هذا الامتحان الدرس هذا ما تخافوش منه، راه ساهل بزاف كاع. ونتمنى انكم تكونوا فهمتوا، باش ندوز ان شاء الله لاخر درس اللي غادي ندوز ليه في باركور اللي غنخدموا معكم دابا، باش ان شاء الله نبداو المراجعه ديال الامتحان الموحد المحلي.